السلام عليكم، أتمنى إن شاء الله اليوم تكونوا بخير. كويزين لابيرلا راح تقدم لكم اللحم بالقانون وجيلبان. عندكم هنا كيلو لحم تاع غنمي تاع جيكو، قسمتو هكذا، تحبوا تكون فيه العظام تحبوا اللي ما فيهش العظام كيما حبيتوا. وعندكم الجيلبان عرطل والقرنون كيلو، بس القرنون فيه بزاف القشور كي تنقيه يولي شويه. كيلو قرنون ورطل جيلبان. عندكم حبه بصله شويه كبيره، ربطه مع تلوس، فلفل الكحل، القرفه، الملح والزيت. طريقه التحضير: نديروا الزيت، تم غير في زيت، انا عيني هي ميزاني، زوج البصله تاعنا اللي رابيناها، وعندنا 4 مغرفة قهوة نتاع قرفة، وعندنا 4 مغرفة قهوة نتاع فلفل الكحل، الملح مغرفة قهوة، نديرو المعلم قلوها مليح، قلوها بصل، نزيدو نضيفو المرص تاعنا تاع اللحم، قلوها مليح. بعد ما قلينا اللحم تاعنا بالبصل والمعدنوس، نضيفوا لها الماء باش يطيب، ما تفرش بزاف، بصح نديروا الماء على جهه باش ما نبقاوش نمرقوا تجي صامطه، ما نزيدوش الماء بزاف، ونخلوه يطيب. كي قريب يطيب يبقى له واحد كيما نقولوا 20 دقيقه باش يكمل يطيب، ديروا القرنون والجلبانه وخليهم يزيدوا يطيبوا مع اللحم، وطفوا الفرن وتشوفوهم بعد في لا بريزونطاسيون بعد حين. بعد ما طاب الجواز تاعنا تاع الجلبانه والقرنون، راهو ضفنا له شويه معدنوس ويكون شويه مجمر، تخلولوش المرقه بزاف. الى الحلقه القادمه وبصحتكم.